مساء الخير مشاهدينا، بسعدنا نلتقي معكم بسهرة من سهرات خميس أوغاريت، وبسرنا أن نكون بهذا اليوم يوم عيد الميلاد، ميلاد رسول المحبة والسلام. لنقلكم ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير. بسعدنا اليوم نعيش أجواء هذا العيد مع الناس اللي هن خارج هذا المكان عم بيعيشوا أجواء عيد الميلاد. الناس في كل الساحات عم تضرع إلى السماء بالدعاء لسوريا لعودة الأمن والأمان والسلام إلى ربوعها بهذا اليوم المبارك، يوم ولادة السيد المسيح. نقول لكم مساء الخير وندعيكم معنا لمتابعتنا بهي السهرة اللي رح نمضيها مع ضيوفنا اللي بيسعدنا كمان نرحب فيهم اليوم. السيدة مفيدة طوبال، سيدة مجتمع ولها مبادرات وطنية واجتماعية آخرها من مبادرة سيدات سوريا الخير. بنقول لك مساء الخير سيدة مفيدة وميلاد مجيد وكل عام وانتم بخير. نعاد على الجميع، كل الجميع بخير والبلد بخير ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا فيكي. وكمان يعني ايام تفصلنا عن العام، نودع فيه عام ونستقبل عام، لذلك بتكتر كتير هالايام التوقعات، بينصرف الفلكيون وايضا قارئو الحظوظ والابراج لتقديم امنيات محمله بالخير من خلال التوقعات الجديده لعام 2016. راح تكون اليوم معنا من خلال لقائنا بالفلكي ثابت الحسن. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. يسعد مساكي. كل عام وانت بخير. يسعد مساكي ست لبابا، وكل عام وانتم بخير لسوريا وشعب سوريا وقائد سوريا، وميلاد مجيد لكل الناس. ان شاء الله بهالايام الفضيله تكون بوادر الخير للبلد وللمنطقه. اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كمان رح نكون مع الغناء والموسيقى من تراتيل واناشيد الميلاد واغنيات اخرى من خلال استضافتنا للاستاذ الياس سمعان، مدرس موسيقى في معهد محمود عجان، وايضا هو مايسترو كورال الراعي الصالح. بنرحب فيك استاذ الياس. ميلاد مجيد كل عام وانت بخير. وانت بخير، تضلي بخير والجميع سالمين. ورح نرحب بصبية حلوة حملة صوتها والأورج اللي اليوم رح تسمعنا عليه أحلى النغمات، لويزا كيروز. أهلا وسهلا فيكي لويزا، كل عام وأنت بخير وميلاد مجيد. بنعاد على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا كمان برافي داود اللي رح يرافقنا بالغناء كمان. أهلا وسهلا فيك رافي. أهلا وسهلا فيك. مرحب فيكم جميعا، ومرة تانية بنقول كل عام وأنتم بخير الكون ولكل مشاهدينا. ان شاء الله ميلاد مجيد. واستاذ الياس، شو رايك بالبدايه نسمع شيء من ترانيم او اناشيد الميلاد نفتتح فيه سهرتنا؟ يلا ما غلط، نسمع ترنيمه بيزنطيه صغيره، بعدين غنيه من تراث الاغاني الميلاديه. تفضل. ميلادك أيها المسيح إلهنا قد أشرق نور المعرفة بالعالم، لأن الساجدين للكواكب به تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل، وأن يعرفوا أنك من مشارق العلو أتيت يا رب المجد لك. Oh,
شكرا شكرا لكم. فعلا زين الليل يسوع بولادة سيد المسيح، انتشر الدفء والسلام على الأرض. سيدة مفيدة، عيد الميلاد يحمل الكثير من المعاني برموزه بزينته بمعانيه ودلالاته. أيضا يعني هاي الدلالات الروحانية اللي بيحملها الميلاد، شو ممكن تحكي لنا عنها واللي هي اليوم عم تخلينا بهذا اليوم نرفع ونتضرع إلى السماء بالصلوات والدعاء للخلاص؟ أول شيء رح نبدأ بالنشيد الملائكي اللي رنموه الملائكة للرعاة بمولد السيد المسيح. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. بداية أول شيء تمجيد للإله الحقيقي، ومن ثم من أجل أن يكون هناك سلام على الأرض، بالتمجيد الحقيقي للإله الحق في الأعالي يكون هناك مسرة وفرح بمولد السيد المسيح رسول المحبة والسلام المخلص، الذي بميلاده نتمنى أن يخلصنا ومما نحن فيه ويعم السلام والأمان على الأرض قاطبة. هذه بداية المعنى العام للميلاد. فعلا يعني هذه العبارات للنشيد الملائكي، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، تمجيد الإله الحقيقي. نعم، تمجيد الإله ودعوة السيد المسيح بولادته إلى أن يحل السلام على الأرض وأن تنتشر السعادة بين الناس وفي القلوب. هذه هي المعاني اليوم التي نجددها ونحن نعيش أجواء عيد الميلاد. لهذا سيد ثابت، يعني حضرتك فلكي واليوم رح تعرفنا على مجموعة يعني على الأبراج وتوقعات عام 2016، لكن قبل ما ندخل بالأبراج بنحكي إلى أي حد يعني ممكن تعتبر الأعياد محطة للأمنيات. نحن كتير بنحاول دائما أنه يعني إذا في شيء مرق علينا عتمة نحاول نزيل هاي العتمة بالتفاؤل، بالاستبشار دائما بالخير. إلى أي حد التوقعات ممكن تخلينا نتفائل أكثر؟ ودائما صلواتنا هي لنكون أسعد في الحياة. أكيد بداية الأبراج والكواكب والفلك ارتبطت بالناس من قديم الزمان من آلاف السنين، ودائما كانوا يعيشوا بهذه الأجواء. يعني علاقة الإنسان كانت مع الفلك أو العلاقة الروحانية للإنسان. فنحن دائما نستذكر كل شيء حلو بحياتنا، وقت عم نستذكر نحن العيد المجيد اليوم عم نستذكر القدسية تبعيته الروحانية تبعيته يلي بتدعي للسلام للمحبة. بدورنا نحن كفلكيين بيكون إن بهالأوقات هذه طبعا صار في ترويج كتير للتوقعات، ولكن هي كمان نوع من أنواع التفاؤل. نحن هلأ مقبلين على عام جديد، بتلاقينا كتير مبسوطين، يعني كأنه بدنا نحقق أحلامنا وآماننا على هالسنة الجديدة، فبتعطينا طاقة كتير. فبنحن من خلال علم الفلك وخلال الأبراج والتوقعات هذه يعني بنوصلها للناس، ممكن بكل من له طريقة أو أسلوب، لكن توصل بشكل محبب لكثير من الناس. أكيد نحن بسياق السهرة، خليكم معنا مشاهدينا، رح نتعرف على توقعات 2016. كل برج عندنا 12 برج في يعني سياق هاي السهرة، رح نتعرف على حظوظنا وحظوظ هاي الأبراج إن شاء الله. عام 2016 بيحمل كل الخير للجميع. أستاذ الياس سمعان، حضرتك مايسترو وموسيقي وأستاذ، بدنا نحكي شوي عن الترنيمة الخاصة أو الترانيم إذا قلنا، بس هي قصدي أنا التيمة الموسيقية الخاصة بأعياد الميلاد. الموسيقى عبر الزمن ارتبطت دائما بكل المناسبات الدينية، حتى إذا بدنا نبحث تاريخيا أكثر بنشوف أنه في مواد موسيقية بين إيدينا هي كان ذات أصول دينية. بالنسبة للترانيم الدينية المتعلقة بعيد الميلاد هي تابعة حسب الطقس أو حسب منسميه النمط الموسيقي اللي بتتبعه الكنيسة الفلانية. مثلا ناخذ الكنائس الشرقية بتتبعه الطقس البيزنطي، فبالتالي احنا عندنا تيمة موسيقية بيزنطية. هلا نمط التأليف بهدول التراتيل تعرفوا من زمان كانت الكنائس مثلا كبيرة، ما كان في عدة صوت، ما كان في مايكات، فكانوا يتبعوا اسلوب الترتيل أو الأداء الأول الجماعي. بحال مثلا تلاقي على الجوقة واقف 200 شخص، كيف بدهم يضبطوا اللحن؟ فكانوا يعتمدوا على ألحان ثابتة، إنما الكلام متبدل بحسب العيد اللي نحن جايين عليه. فهذا اللحن الموسيقى بتضل بيقيسوا عليها يعني أو بيركبوا عليها كلمات 100%. هذا اللحن الثابت مثل نمطية الزجل، هذا اللحن الثابت نحن نسميه وزن،
وبيكتبوا عليه كلام متعلق بالعيد اللي نحن مقبلين عليه، جايين على عيد الميلاد بيكتبوا كلام عن عيد الميلاد وبيطبقوه على هذا اللحن تماما. هيك بيكونوا المنشدين او الجوي اللي بدهم يقدموا الترتيله بيكونوا قادرين يحفظوا اللحن، بس بقى بيركبوا الكلمات. هذا طيب بيساعد على الاداء الجماعي. استاذ لياس، في تراتيل وفي اناشيد. نعم. يعني التراتيل إلى صبغه دينيه، اما الاناشيد ممكن تحمل شيء معاني انسانيه، ولا شو الفرق بيناتهم يعني؟ اوكي، اذا بدنا نرجع للاصول، في بالكنائس الغربيه في عندنا شيء اسمه الكورال. الكورال اساسا هو مقطوعه موسيقيه تؤدى من قبل جماعه المصلين، هي بتكون لحن معروف بسيط. هلا لاحقا من هيدا المنطلق درجه العاده انه اي غناء جماعي صار يطلق عليه اسم كورال. وصل لعنا كترجمه عربيه كورال هو اللي بيؤدي الاناشيد او الاغاني، زائد نحن فصلنا انه الجوقه هي اللي بتؤدي الموسيقى المتعلقه بالداخل الكنيسه، يعني اثناء العباده. يعني الجوقه بتردد، يعني مثل الصلوات، بتقدم الصلوات، اما الكورال فهو بيقدم شيء خارج الصلوات. نحن هيك فصلناهم عنا، فصار عنا شيء اسمه جوقه وشيء اسمه تراتيل الكورال. نعم، في شيء يعني فصل، الجوقه بتؤدي التراتيل الخاصه بالعباده واللي هي مثل ما حكينا تابعه ترجع للاصول اللي جايه من الكنيسه. طبعا وفي تراتيل الست مفيده خاصه للميلاد. هي تراتيل خاصه، هون انا بدي اقول للاستاذ الياس، مو هن نغمه واحده يا استاذ، في القداس الالهي بيتكرر كذا نغمه، هي القطعة باللحن السابع وهي باللحن الخامس، وكلها هيدي أنغام موسيقية. تمام. يعني بشكل بيزنطي مثل بيات وسيقا، كلها مأخوذة منهم ومعاملة بنغم بيزنطي. يعني التراتيل الدينية هي التراتيل التي تؤدى داخل القداس الإلهي أو أي صلاة مثل صلوات الصيام أو غيره وغيره. تمام، يعني بالصلوات. بالصلوات. نعم. بينما الأناشيد الأخرى بالاحتفالات، يعني بالكنيسة لا تقدم هذه الأناشيد، يعني القداس أو الصلوات إلى ترتيب معين، إلى ترتيب معين. في كتير قطع بيرددها الشعب مع الجوقة اللي عم بتلحن. الجوقة مثل ما قلنا ما أنه كورال كبير، مثلا 5-6 لأنه صار في مايكات. تمام. فبيرتلوا، والناس على التكرار يعني صارت حافظة الأنغام والألحان، بتردد بالكنائس مع الجوقة. لكن هيدا الفرق بين الترتيلة الدينية الخاصة في الصلاة في القداس، وكل قداس له تراتيله الخاصة. يعني تماما مثل هلا اللي سمعنا، قداس الميلاد له تراتيل، الفصح له تراتيل، الأحد العادي له تراتيل الخاصة من دون مناسبات. وهيدي الأغنية الثانية هيدي اسمها أنشودة، نشيد ديني واجتماعي سوا. تمام. يعني هيدي الترتيلة اللي قدمناها. نعم. هي ترتيلة الميلاد، ترتيلة بيزنطية اسمها تروباريك الميلاد. تروباريك أنا بس الميلاد. بدي أعقب على نقطة، صحيح كتير اللي قالته، بس الأوزان هن كتير متنوعين ومتعددين على كتير من الألحان. تمام. هن وزن واحد، لكن هو الأوزان. هن المنشدين بيكونوا حافظين، في عنا شي 150 وزن بيكونوا حافظينهم كلهم، هن بيقدوا، ففي تنوع كتير. طبعا انه انتم ليله الميلاد يعني ويوم صباح الميلاد هي كلها هي التراتيل في الكنائس. بالكنائس اليوم تعلو يعني الحقيقه الكنائس بهالاناشيد والتراتيل اللي هي فعلا مثل ما قلنا دعوات. يعني لاحظي حتى الكلمات هي كلها يعني كلمات دعاء. طبعا. نحو الخير والسلام اللي نشره السيد المسيح رسول المحبه والسلام. يعني هذا الشيء سيدة مفيدة إلى أي حد ممكن يعطي طاقة، يعطي راحة نفسية، يعطي هذا السلام اللي نحن عم ننشده، سلام داخلي أيضا. تمام. يعني لقل لك شغلة، لنحكي بالشيء الديني، أنه الواحد بالصلاة سبحان الله تعطيه رياحة نفسية وهدوء نفسي بالصلوات، أي صلوات اللي كانت. طبعا هذه التراتيل كلها مثل ما قلتي سيدة لبابا، أنه هاي التراتيل كلها عن السلام وعن ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، المخلص الذي أتى ليخلصنا من الخطيئة الأصلية ويفدي الجنس البشري. يعني كلها عن جد عن جد بتلاقي أنه أنت عم تحسي بسلام داخلي. مثلا ترتيلة العذراء بالميلاد بيعرف الأستاذ الياس، ترتيلة المسيح ولد فمجدوه، يعني والمجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، ميلادك أيها المسيح إلهنا اللي رتلوا الشباب. يعني بالفعل بتشعري بسلام داخلي وبتتفائلي. تمام. أنه نحن جايين تفاؤل وفرح هنا وأرض السلام وفي الناس المسرة. أستاذ ثابت، هذا الكلام
قدامهم لنحن نقدر دائما نعيش بهذا التفاؤل. أبشو حكينا عن التفاؤل، لكن بنفس الوقت تجي الأبراج بتقلك سنتك كذا سنتك كذا، غالبا هي بتحمل شيء إيجابي. صحيح. وإذا في شيء سلبي بتقله احذر، يعني ما بتقله أنت السنة رح يصير أكيد. فيك هيك. اليوم نحن يعني الإنسان هيك طبيعته، طبيعته دائما انه هو في شيء مجهول عم بيدعي انه هذا المجهول ما يأذي، بيصلي يعني بتوقع بتأمل، فيعني هذا كيف كله بيجي مع متغيرات الحياة يعني تماما. هلا وقت حكيتوا عن التراتيل، التراتيل طبعا من آلاف السنين وهي تمجيد روحي للإنسان، كل الطوائف وكل الأديان وكل المذاهب ارتبطت بالتراتيل، فشوفي شو علاقة الترتيل بالإنسان. قديما ست لبابة كانوا يعالجوا بالموسيقى على دور الفراعنة، يعني كان المريض يعالجوه عن طريق الموسيقى قديش بتأثر بالنفس. فتشوفي أحيانا إيقاع واحد بحفلة ما يحرك مشاعر ألف شخص من الجمهور، فما يقدر يتحكم فيه من خلال الموسيقى، هذه لغة. بالمناسبة الموسيقى ارتبطت بعلم الفلك من خلال الأزمنة وخلال العود أربع أوتار، فالتقسيم تماما مبني على علم الفلك، فنحن ارتباطنا كتير كبير معه. أكيد نحن هلا حتى مثل ما قلنا خلال حديثنا رح نلاقي كتير قواسم مشتركة. الإنسان أنت إذا بتشوفي بنية الإنسان، نحن أنت اليوم حكيت السؤال كتير مهم إنه الإنسان، طيب أنت في عندك بدك تحذر، طيب نحن عندنا 12 برج طيب وبدنا نفائله. أول شيء بدك تكون أنت ثقتك كبيرة بالله وبنفسك. تركيبة الإنسان الفلكي هي مبنية على الفلك، كما قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، أتزعم نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هالإنسان هذا هو من خلال العظام، من خلال عندنا 12 ثقب، 7 بالوجه، 5 بالبدن، من خلال مفاصل الشعر، الطبائع الأربعة نار ماء هواء تراب. شوفي ما أصعبها، أنا ما فيني حط نار ومي ولكن موجودة بالإنسان. فالإنسان هو بني عن الفلك الكبير، كيف مخربط بالفلك صار هو مجموعة بإنسان. فهذه العلاقة الروحانية، نحن كل شيء موجود من أجل الإنسان، كل شيء موجود. طبعا. أكيد الرسل والأنبياء وقت اللي إجوا، إجوا مو إجوا مشان المؤمنين والصالحين، إجوا مشان مين؟ الطالحين. فالدكتور بدنا الطبيب ليعالج المرضى، ولكن لو كانت كل الناس سواسي ما كان إجا. فنحن بدنا نتعلم من هالتعاليم الموجودة وناخذها لأنه علاقتنا إن كانت الروحانية بالقديسين والصالحين والأولياء، علاقتنا حتى بالموسيقى، حتى علاقتنا بالأبراج هي علاقة روحانية لحتى نبعث الأمل والسلام للجميع. هو أنا هذا اللي بدي أوصل، إنه هي علاقة روحانية. وغالبا نحن منشوف اللي بيقرأوا أبراج الفلكيين المختصين بينصحوا بالصلاة، لأن هي راحة النفس وهي الطاقة الإيجابية اللي بتخلي الخير يغلب على الشر بالنفس البشرية. سيد الياس، ولا شك أنه الموسيقى إلى هذا التأثير، ومثل ما قال سيد ثابت أنه في علاقة بالتقسيمات وبالأزمنة. نحن كمان إذا بدنا نحكي يعني موسيقيا عن خصوصية الترانيم، هي إلى أي حد بتحمل هاي الطاقة أو بدنا نقول المعاني اللي بيحملها الميلاد. يعني هلأ نحن بالفصح بجوز في شيء مختلف من حيث الكلمات وحتى كتيمة كموسيقى، فإلى أي حد هي تعكس جو أنه في ولادة، ما هيك اللي يعني اللي حملت كتير من المعاني مع ولادة رسول المحبة والسلام. المطران بولس يازجي الله يرجعه بالسلام، المطران آمين. الأسير بيقول إن اللحن بالترانيم هو جناح الكلمة. الكلمة بلا هذا اللحن ما فينا تطير. لما بتطير هيدي الكلمة أكيد رح تستقر بقلوبنا أو بالقلوب المستعدة إنه تستقبلها، فبتولد هيدا الشعور بالسلام وبالراحة اللي هلأ حكينا عنه. نعم. دور الترنيمة الكنسية بيلعب دور كتير مهم. الشخص بيكون نفسيا مستعد ليسمع، من يعني بيعرف حاله رايح على هذا المكان بده يسمع هيدي الترتيبة أو هيدي الألحان، فهو بيكون مستعد ومهيئ حاله أنه بده يسمعها. هذا الشيء بيساعد أنه يتأثر فيها أكثر وتعكس مداها وبعدها الإيجابي عليه. نعم. هذا الشيء هلا ممكن نحن يترجمونا اياه لويزا ورافي بالغناء. لويزا، اول شيء بنقول لك يسعد مساكي لويزا. ويعني انا بعرف لويزا كثير كانت طفله ومحبه للغناء، والغناء قديش بيعطيها طاقه ايجابيه. لويزا، اليوم انت شو قطعتي بهالموهبه الحلوه عزفا وغناء؟ نحن حكينا وقالوا لا شك انه الموسيقى هي غذاء الروح. هي يعني بتنقلك لعالم تاني. يعني الموسيقى يعني انه يعني انت اخذت كثير شيء من حياتك، بعرف الموسيقى نمت معي، رافقتني بحياتي، يعني
بتكوني مثلا تعبانه بتعزفي بترتاحي بتغني بتنبسطي. حلو. بتذكر وقت اول ما فتت على الكورال كنت كتير صغيره، من خلال انا اكتشفت هالموهبه الحلوه. استمرينا، عملنا كفريق، تعلمنا كيف نغني كمجموعه. يعني نحن عم نحكي عن الغناء، انت بالنسبه لك انه رافقك كل حياتك، فما بالك انه انت اليوم بجوقه عم بتأدي ترانيم، عم بتأدي اناشيد طبعا بهي المناسبات، فكمان هذا الشيء هو يعني اولا بيمنحك طاقه روحانيه حلوه كثير، وبالتالي هو كثير تدريب مهم. يعني اللي بيتقن غناء هي التراتيل طبعاً. والاناشيد قد ايه كمان هو بيتقن حتى كل بتصور الغناء بشكل عام، هو تمرين كثير مهم، لذلك اللي بيشتغلوا بالجوقات بيكون صوتهم كثير حلو. طبعا الميزه من الاشخاص اللي كثير مميزين، تسمحوا لي الميزه من الاشخاص المميزين اللي دخلوا على الكورال، دخلت كان عمرها شيء 4 أو 5 سنين. تمام. كانت اصغر وحده، يعني نحن بنعرفها. بتتذكر قد ايه كانت تجي لويزا هيك طفله وكثير احساسها حلو، وكانت مميزه جدا واشتغلت على حالها، يعني تعلمت لاحقا العزف، تمرنت موضوع الغناء. هو انا استاذ الياس يعني سؤالي الحقيقه انه قد ايه مهم لما حدا بيغني مع جوقه وكورال بينصقل صوته وتجربته احساسه ضبطه للموسيقى. هيدي هي اللي بدي اقولها، بينشغل بينصقل اكثر شيء ضبطه للموسيقى. تمام. لانه لما الواحد بيكون احساسه منضبط فكل شيء بحياته بيكون منضبط. صحيح. ما بقى بيخرب شيء بحياته ابدا. هي مقوله فرنسيه على فكره، مثل فرنسي شائع بيقول اذا الشخص بيقولوا تكتو، يعني مثل تكات الساعة. تمام. إذا هو شغال على التكة فكل شيء بحياته شغال على التكة. الإيقاع، الإيقاع تماما، هو الإيقاع. هو الإيقاع اللي بيضبط كل حياتنا يعني. أكيد. هاي السيد ثابت بيعرف إيقاع الكون يعني اللي نحن عم نمشي عليه. طيب خلونا نسمع لويزا، شو رأيكم نسمع؟ يلا تفضلي. Thank you.
شكرا، شكرا لكم، وشكرا لويزا لهالرقة بالغناء والأداء، شكرا كثير. سيدة مفيدة، بنحكي عن رموز الميلاد، نقدر نقول شوي المادية اللي هي بنشوفها كألوان كتشكيلات. نحن بنعرف انه لما بتبدأ تزيين الشجرة بتبدأ حالة البهجة والفرحة، وبنبدأ نحن بقى نزين بيوتنا يعني برموز كثيرة. يعني الشجرة بتلاقيها، هي كل قطعة بالشجرة هي بتحمل رمز. يا ريت حضرتك اليوم تحكي لنا عنها. أول شيء رح نحكي عن بابا نويل، وهذا المهم. أها. بابا نويل كلكم بتعرفوا قصته، يعني تمام. هو كان أمير روسي، كان بالأعياد يشوف أنه هالأغنياء بيجيبوا هدايا لأولادهم، فينهر عليهم، يروح هو يجيب هدايا ويتخفي بالليل ويشلحنه هي بالمداخن، فيقوموا يشوفوا هالولاد هيدا، ومن هون أخذ بقى اسمه بابا نويل. وشهرته الكبيرة، شهرته الكبيرة الأطفال. يا ستي الله يا رب يرجع البهجة لكل الناس. آمين. فبهجة الميلاد الحقيقة بتحسي عيد فرح وبهجة. منبلش بالشجرة، أولا الشجرة بتكون من النوع السرو أو الصنوبر، يعني رمز العطاء، الشجرة رمز الخضرة، رمز العطاء. بتماثيل بابا نويل اول شيء هيدي، واهم شيء عند الاطفال هيدي بابا نويل. بالنجوم، تمام، لانه النجم اتى فوق المغاره. يعني نجوم لك عندما ولد السيد المسيح. انا عم اقول رمز كل شيء، النجم اتى الى فوق المغاره ودل عليها المجوس انه عم بيدوروا عليه، انه هون هو موجود في مغاره بيت لحم. أيوة. فالنجم وقف، كمان بنحط فيها نجوم، بنحط فيها اشجار صغيره، منحط فيها طابات دليل اللعب والفرح، ملونة يعني بهجة، أضوية ملونة يعني إنه عام جديد، ولادة جديدة، حياة جديدة، آتينا رسول محبة وسلام، مخلص ليخلصنا. بتجي بعد الشجرة المغارة، المغارة هي بس معروفة، بس في الجرس كمان، الجرس لكن إنه قرع أجراس الكنائس، ما بيقول الوسيح ولد فمجدوه، تمجيد أجراس يعني تمرز لي ترمز لأجراس الكنائس، هذه يعني بالمجمل بقى. وصاروا حاليا على التطور بيعملوا ألعاب أشكال الوان، أي وأشكال مثلا يعني هي شو قلنا، النجمة والشجرات وبابا نويلة والطابات الملونة، الطابات الملونة وأشكال وألوان، عصايد بابا نويل، عصايد بابا نويل. لكن هلا صار كثير حلوه حول الشجره. نعم. هي كثير عاده شعبيه منتشره بالبلاد البارده فوق السويد وهالبلاد. رح اقول لك في منهم بيحطوا ثلج. ليش اختاروا شجره الصنوبر تحديدا؟ هيدي شجره دائمه الخضرة، فبيكون كثير برد هنيك، ثلج وبرد قاسي، ورغم كل هالبرد ورغم كل هالشتي القاسي هي شجره بتبقى خضراء. طبعا عن كل الشجره هي ميزه صنوبر وشوح كله هيدا مشان هيك صحيح. تم اختيار هي الشجره. نعم. وبيزينوها بالطابات كمان إلى رمزيه، غير انها لعبه محببه للاطفال. نعم. ترمز للكواكب، لانه المجوس اللي هن كانوا علماء فلك. لا تحكي على الكواكب بزعل. لا استدلوا صمد بالانسان الاول استدلوا لكن المجوس هن كانوا علماء فلك، استدلوا على مكان ولاده يسوع من خلال معرفتهم بالنجم اللي هو ضل ساطع. فمن هون نحن بنزين بطابات. شايف كيف النجوم والكواكب استاذ ثابت هن هدايه، بكل هدايه طبعا، هي هدايه للانسان من بدايه التاريخ. تمام. يعني اللي كان يضيع يعرف الغرب انه شرق من خلال النجوم، حتى علم الفلك كلياته، مؤسس علم الفلك هو نبي الله إدريس. نعم نعم. كنت عم نكمل الزينة زينته. المغارة، بتجي المغارة. المغارة هي رمز لمغارة بيت لحم. يعني هي كلاسيكية كل الناس، تمثال الطفل سيد المسيح ومريم العذراء ويوسف النجار والحيوانات، لأنه هو ولد. أيضا التلج مو بشان بس البارد، لأنه هو ولد بوقت التلج ب 25 كانون، فهذا أخذ التوقيت من البشارة. بشارة 25 آذار، 9 أشهر، 25 كانون الأول. والخراف، والخراف أجوا هن وقت اللي ولد، يا سبحان الله، حطوه بالمزود تبع المعلف يعني اللي بياكلوا منه الحيوانات، وصارت تجي الحيوانات وتنفخ عليه الدفي، دفي لهالطفل. يعني الدفء هو صفة من صفات، تمام، يعني رسول المحبة والسلام. تمام. اللي نشر الدفء، تمام، من خلال الدفء والمحبة، لكن دفء ونور ومحبة، وهي هي فعلا الرموز اللي بتحملها اليوم هي الزينة، بس هي إلى كل هاي المعاني، كل المعاني. يعني مثل ما قال إنه السيد المسيح، قال إنه نحن الصحيح ما بده طبيب مثل قال الأستاذ، هو قال أنا أتيت للخراف الضالة.
هي معروفة آية في الإنجيل، أتيتوا للخراف الضالة، مثل ما قلنا بدنا نصلح الضال مو الكويس. تمام صح. طيب نحن هلا رح نبدا يعني بالابراج، كل حوالي ثلاث ابراج ناخذهم استاذ ثابت بعد الفاصل. اول برج، برج الحمل. نعم سيد ثابت تفضل. برج الحمل توقعاتك. طبعا برج الحمل هو من الأبراج اللي دائما هو ناري، كوكب المريخ، طبيعته نارية، دائما هو حماسي، بيحب الشراء، بيحب الظهور، بيحب التميز، في عنده كتير هيك خصائص حلوة. انتهى 2015، لا في عندك كتير مشاكل خاصة على الناحية العاطفية. 2016 رح تحمل معك رح تحمل معك الحظ على المستوى الشخصي، رح يكون في عندك كتير تطورات، رح تكون مسرورة من بداية العام، في عندك نوع من التفاؤل رح تنعم فيه، رح يكون في عندك دعوات كتير كبيرة بتتعلق بعمل، بتتعلق بمشاريع رح تخوضها أنت، خاصة من الشهر الثالث والرابع رح يكون في انفراج كتير كبير على الصعيد المهني. في شخص رح يكون بجانبك من بداية العام، رح تكون يمثل لك الدعم، رح يساعدك على إنجاز أعمالك ومهامك. لازم تكون دبلوماسي بالتعامل مع الآخرين، حكيما باتخاذ القرارات، عاطفيا خفف من انتقاداتك للحبيب. طبعا هو شخص ناري الحمل، فلسانه دائما يسبقه بأي شيء بده يقوله. برج الثور. يلا لحظة رح ناخذ هلا برج الثور وفاصل كمان. برج الثور. نعم برج الثور 2015 كانت عندك كثير مفاجآت سيئة بالنصف الثاني، يعني كنت على مستوى العمل كثير كان في ضغوط ما كنت تتخيل انه يصير معك هيك. 2016 دخلت يوم الجمعة، رح نكون نحن بداية 2016 بيوم الجمعة، يوم الجمعة هو كوكب الزهرة وانت كوكبك هذا، فرح يكون في عندك كتير طاقة كتير كبيرة، رح طبعا تبرزي بالنصف الثاني، ولكن لحتى تخلص من مشاكلك انت رح تلاقيها بعدين حلوة، يمكن بالبداية ما بتلاقيها هيك. هي سنة حظك، تهل عليك الأخبار السارة، فتبدو متفائلا كثير النشاط، تلتقي بأحباب وأصدقاء لم تراهم منذ زمن بعيد، مهنيا تدخل بتجارة أو عمل، تنال الأرباح المالية، عاطفيا تتلقى الدعم الكامل من الحبيب فتراه دائما بجوارك. الفتيات اللي ماني متزوجين والشباب بالشهر المفروض يكون ببداية العام قرار عاطفي كتير هام بتجلى نتائجه بالشهر الرابع والخامس. نعم البرج هلأ برج الجوزاء. الجوزاء برج الجوزاء بالعاطفة بتضلك تعبان على طول، انت هذه امورك من زمان يعني، عندك خصام عاطفي كان بيتميز بمسيرة علاقتك دائما غير متزنه بالناحيه العاطفيه، وهذا الشيء راح كان عم ياثر على اعمالك. من نهايه 2015 راح تبلش تفوت بمشروع جديد راح تحصد ثماره 2016. عمليا انت تتاثر من كوكب عطارد، هو حكيم الكواكب، فلهيك بدك تكون يعني انت دائما بتحسب كثير لقدام، بتسمى سنين او تحصل على كل شيء مرتين، تتكرر الامور كثير معك. 2016 تبدو متفائلا ومسرورا مع بدايه هذا العام، تتحسن احوالك على الصعيد الشخصي وما تطلبه تناله. مهنيا الامور ميسره وسهله، ربح قليل ياتيك ببدايه العام بعدين بتطور معك بيصير الافضل. عاطفيا في بعض البرود بالعلاقه العاطفيه، ولكن بدك تحسم شيء من الماضي حتى انت تتجاوز حياتك. هون نحن وقت نحكي عن التحذير انه برج الجوزاء انت كثير متاثر بعلاقاتك العاطفيه، فما مانك ما تعرف تاخذ القرار. هو الحسم راح يكون عندك بالشهر السادس تقريبا، ولكن انت لازم تشتغل على حالك شوي لحتى تكون السنه منيحه عليك. نعم إذا هلا كنا مع الأبراج الأولى الثلاثة، ورح نكمل طبعا مع الأبراج. رح تقولوا السرطان، ناخذ السرطان. برج السرطان هو من الأشخاص الحساسين جدا، بيرتبطوا بعلاقتهم مع القمر،
هن من الاشخاص اللي عندهم قدره على الحفظ، ولكن في عندهم مشكله هي انه دائما لسانهم بيحكي، يعني هن من طيبه القلب بيحكوا دائما شيء اللي لازم ينحكى، ما بيعرفوا يكتموا الاسرار، انه غير جديرين بكتم الاسرار. ال 2016 في اخبار، في شيء حلو يعني راح يكون له، بتميز هذا العام بالحماس والجرأة، والحظ سيقف إلى جانبك ويدعمك وتكون محاط بالأصدقاء الأوفياء. مهنيا تعاني من بعض الروتين وربما تململ من الأمور القديمة، فتحاول أن تجد أفكار جديدة تنطرح لك، ولكن راح يكون في بطء بالحركة فيها. عاطفيا تكون بحاجة للشريك، وأنت شخص دائما عاطفي ترتبط بعلاقة الوالدين ومع الشريك، ما بتقدر تأخذ أي قرار إلا بارتباطك مع هذول الأشخاص اللي بيكونوا مقربين لك، وراح تلاقيهم دائما إلى جانبك. اذا هلا نحن بنكتفي بهلا بهالاربع ابراج طبعا، وراح نكمل كل شوي مع ابراج جديده اخرى بتحمل ان شاء الله كل الخير للجميع. هلا انا وست مفيده دلوها، ناطرين الدلو، ناطرين ست الدلو مفيده. الياس شو ناطرين؟ الجدي جدي كمان بالانتظار. ولويزا ورافي ميزان. ها لح معناها كلنا الصناعي لسه ما طلع ولد، لذلك الكل ساكت لسه ما استاذ الياس. قبل ما نسمع رافي، حضرتك استاذ موسيقى ايضا مايسترو كورال، قد ايه المهم نحن اليوم انه نحن جيل ورا جيل عم نعلمهم شيء من الكلاسيكياتنا، سواء بالموسيقى من التراتيل من الاناشيد، وبنفس الوقت عم نعطيهم فرصه انه يمارسوا هوايه. يعني هاي الحاله بمجملها كيف اليوم عم تخلق عنا شاب متوازي ممكن يكمل دراسته ويمارس موهبته بنفس الوقت؟ شو حلو الواحد يتعلم موسيقى. يعني انا بستنى اللحظه اللي بيكون عندي حدا وديه على مدرسه الموسيقى ليتعلم موسيقى، تنعكس إيجابا عليه بإيقاع حياته، بنضوج تفكيره، بهدوءه. كل هالأمور هيدي بنلمسها نحن مع مرور الزمن بالموسيقى. هذا الشيء اشتغلنا له نحن بالكورال من وقت فكرة تأسيس كورال الأطفال بالعام 2006. ما كان الفكرة لا أنه نشتغل على إصدار سيديات بالدرجة الأولى، ولا أنه يكون عندنا إطلالات إعلامية أو بالمسرح أو نعمل حفلات أو أنشطة بالدرجة الأولى. كله هذا بيجي معنا، وإجا ونحن قمنا بهذا الحكي. كان الهدف الأول هو التركيز على بناء هدول الأشخاص اللي هن بالكورال. نحن اعتنينا من البداية باختيار أشخاص موهوبين يكونوا قدر الإمكان، حابين، رايدين، رغبانين، واعتنينا بتربيتهم موسيقيا، بتهذيبهم إيقاعيا، باعتناء بصوت، بتعليمهم أغاني وأناشيد حلوة بتنمي لهم فكرهم، بتناسب عمرهم، ونمت معهم شوي شوي طبعا. لحتى نحن بالنهاية نحصل على نتائج على شخص متوازن بمجتمعه، متوازن، راكز، بيعرف يتصرف، صحيح. بيعرف يميز الصح يعني بتعطي أبعاد للشخصية بشكل أكيد. عام أكيد. هلأ بدنا نسمع رافي واللي هو أحد طلابك، شو رح تغني؟ رافي هو كان من بداية الكورال، وهلأ اليوم هو مساعد مدرب معي بالكورال. يا سلام، وكمان متميزين جدا، وبين أنه صوت متدرب. أهلا وسهلا فيك رافي. الغناء فيك. بحياتك أنت أولا شو بتدرس أو شو بأي مرحلة؟ أنا متخرج هلأ معهد تجاري، وهلأ سنة تانية محاسبة كمان. برافو ما شاء الله، بين المحاسبة والموسيقى يعني في شوية هيك ارتباط بدنا نقول بالأرقام والنسب وإلى آخره. انت والغناء شو الحاله اللي بتخليك دائما مشدود لهذا العالم؟ هلا من انا وصغير في سمع كثير للموسيقى، سمع سمع سمع. بلحظه هيك بفتح انه كبرنا، صرنا نروح على الكنيسه، رحنا على الجوقه بالصدفه، كان الاخ الياس لسه ما كان في معرفه بيني وبين الاخ الياس، بالصدفه قاعدين بقى، كنا هيك قاعدين الشباب عم هيك بنفوت انه نحن بدنا نشاغب هيك نعمل. قام لي رافي قوم وقف، قام وقفت هيك فجاه، قال لي غني، عم غنيت. طول عمري انا بسمع موسيقى وبحب اسمع موسيقى، بس ولا مره خطر لي كنت غني، كنت صف سابع يمكن. عم قال لي الاخ الياس عشان يحرجني انه غني، عم غنيت، عم قال لي رافي انتبه صوتك موزون. علقت الكلمه ببالي كثير، بعدين سنه ورا سنه صرت اسمع موسيقى، نوعت كثير بانواع الموسيقى، ما في نوع وقفت عنده. بعدين رحت عند استاذ جابي صهيوني، صرت اخذ عنده، ضليت فتره طويله عنده، بعدين صرت انا لحالي بكتب لحن موسيقى رافي. كان مع الاخ الياس وكثير. دخلت هذا العالم. شو رح تسمعنا هلا رافي؟ رح سمعكم هلا غريبين وليلى غسان صليبة. طيب تفضل بمرافقة البزق الاستاذ الياس. والله نيالكم على الاستاذ الياس. رافي مثال انا دائما بضرب فيه المثل لاشخاص المجتهدين. رافي بلش طبعًا. من كثير محل بعيد بالموسيقى لمحل ما هو وصل. ليش شجعنا الاستاذ الياس نروح لعنده؟ ما هيك بدنا نروح انا وانت بكره، من بكره الكورال الجاي على السنه الجديده، بلكي هلا برجنا في هيك شيء ان شاء الله يمكن.
بين ليل بالساحة اجتمعوا حرب صيف ليل صدفي واجتمعوا لا سألها من وين ولم نتلاقى وين يمكن حكيوا العينين وبالسر تودعوا غريبين ولين راحوا ما تودعوا مش وقتك يا هوى ولا ايامك ايام يا عينين الغراب اتركيني بسلام مش وقتك يا هوى ولا ايامك ايام يا عينين الغراب اتركيني بسلام مش وقتك يا هوى يا لفتات الهوى اللي ما إلها دوى أنا والله حرام أنا والله حرام غريبين صيف من لفتي تغيروا ونجماتك يا صيف سني ما زهروا ما حدا عطرقات غير عسكر وخيالات زوار من المسافات عغفل بيحضروا غريبين صيف بالخطر يسهروا مش وقتك يا هوى ولا ايامك ايام يا عينين الغراب تركيني بسلام مش وقتك يا هوى ولا ايامك ايام يا عينين الغراب تركيني بسلام مش وقتك يا هوى يا لفتات الهوى اللي ما الها دوى انا والله حرام انا والله حرام الله الله يسلم هالصوت شكرا يا رافي واستاذ الياس شكرا كثير سيده مفيده شو ما بتغني ما نتعلم موسيقى صراحه ترانيم كذا هلا انا بعرف انه يعني الكل هي صار جزء من لا صحيح هو خاصه انا بنت رجل دين بتعرفي ستي وبابا فنحن بس ما كنيستكم خيي نحن جماعه مارون خاي شو بسمع شي ترنيمه مثلا مني انا هاي الاستاذ الياس في رافق شو بناخذ من الميلاد مسيح ولد ماشي بتقول معي بقول معك يلا يلا بنقول نحن المسيح ولد فمجدوا المسيح اتى من السماوات فاستقبلوا المسيح على الأرض فارتفعوا رتلي للرب أيتها الأرض كلها ويا شعوب سبحوه بابتهاج لأنه قد تمجد الله حلو حلو
يسلمها تم شكرا. يعني احرجتيني امام الاستاذ الياس. بس على صوتها حلو. هي ست مفيده. انا قال الوالد يتميز بيعرف الاستاذ الياس بصوت جميل جدا. يعني بنرجع لثابت ونكمل اربع ابراج ثانيه. هلا راح نكون مع ابرج بعد السرطان. هلا راح نكون احنا مع برج الاسد. الاسد بنشوف فاصل. طبعا رح نكون نحن هلا مع برج الاسد 2016. البرج الاسد هو من كوكب الشمس برج ناري، هو اكثر شخص بيعطي قرارات، هو اكثر شخص عنده خيال واسع. على فكره على سيره الغناء هو شخص يمكن هو ماشي او على الدرج او هيك يكون عم يغني عم يتمتم، لكن بالامور التنفيذيه دائما فاشل لانه دغري بيمر بيمل بسرعه. تبدو عامك الجديد بمزيد من التاملات والخطط الجديده. تكتشف نفسك من جديد ولديك رغبة بالشعور بالحرية والابتعاد عن التقاليد. مهنيا علاقات اجتماعية ناجحة تؤثر ايجابا على عملك. دائما العلاقات الاجتماعية هي بتكون وسيلة لنجاح اي عمل بدك تقوم فيه. الوعود كثيرة كانت من 2015 كان في عقود لازم تتوقع عندك، هلا تأجلت شوي رح تبلش من بداية العام، ولكن الفترة الذهبية لك هو شهر ايار. الثقة بنفسك كثير قوية، عاطفيا تمر بمرحلة هادئة يسودها التفاهم مع الشريك، طبعا انت من الاشخاص اللي بوجوده مشاكل يكسروا الروتين حتى لو كان مع الشريك او مع الزوجة. برج العذراء، طبعا برج العذراء هو في له كثير ميزات حلوه، هو من تاثير كوكب عطارد، هو حكيم الكواكب، يتميز بالعقل والحكمه ودائما يهتم بالتفاصيل، شخص لجوج جدا بالعمل، بيهتم بدقه التفاصيل. بالمناسبه دائما العذراء في ميزتين، صوته حلو وبيحب اكل الحلو. فبيكون السنه 2016 بتبتسم له السنه كثير، رح تكون مليئه بالمفاجات ولا تتعجل الامور. تبدو منشغلا وكثير التفكير، دع القلق جانبا فانت صاحب عزيمه قويه. مهنيا يتغير حالك وتتجه الى اسلوب اخر بعملك، وفي تغيرات كثيره رح تكون على مستوى العمل، فتضع اهداف بارزه وتسعى لتحقيقها. عاطفيا انتقي كلماتك مع الحبيب ولا تقسو عليه، فانه انت دائما عندك نوع من التملك والحب الشديد للشيء للانسان اللي بيحبوه، يحب بسرعه ويبغض بسرعه. طبعا برج الميزان هو من الابراج اللي كثير هنن رومانسيين وكثير عندهم روحانيتهم قويه. كوكبك الزهره، وبتعطيك الزهره بتعطيك هي قوه حضور، بتعطيك دبلوماسيه في التعامل مع الناس، تنتقي كلماتك بشكل كثير كثير انيق. دائما تسعى، عندك احلام، تعيش في الخيال، انت شخص خيالي، بتعيش بروحانيتك، عندك او ممكن نقول الحاسه الساسه اللي بتعتبرها قويه او بدك تعتبر روحانيتك قويه. ال 2016 رح تكون كثير ممتازة عليك انت وبرج الثور، لانه من تاثير كوكب الزهرة بدخلكم يوم الجمعة، يعني دخلنا 2016 يوم الجمعة رح يكون في لها تاثير كثير كبير على برج الميزان. برج الميزان اشراقة امل جديدة وتفاؤل يدخل حياتك، تتحسن الامور وتتعرف على اشخاص، تنال منهم الخير ويكون لهم تاثير جيد على حياتك العملية والمهنية. يطرح مشروع عمل وتباشر فيه فتكسب الأموال والفائدة، تتحقق أحلامك وتصل إلى ما كنت تصبو إليه. عاطفيا تجاهل عاطفيا يعني علاقاتك العاطفية دائما بين المد والجزر، كونه أنت من الأشخاص اللي من تأثير الزهرة فحساس جدا أي شيء بيأثر عليك، يعني ما بتقدر أنت تكون تبين عكس اللي أنت عم تشعره، فمتعب جدا بالعلاقة مع الشريك. شكرا. كمان باقي لنا برج العقرب. العقرب هو من تأثير الطبيعة المائية، كوكبك المريخ، دائما تفهم غلط، الناس كلها بتفهمها غلط. طبعا انت بتتميز مع برج الحمل، بتتميزوا بكاريزما خاصة وهيك بعنكم لمعان، عنكم بريق خاص، فدائما سوء الظن فيكم من كل الاتجاهات.
شخص كثير بالحياه بيحب يعني شخص كثير في عنده برستيجه مهم بحياته، عطوره مهم، اي شيء بده يبينه للمجتمع كثير بحافظ على هذا الاساس عنده. تعبان كثير بالفتره الماضيه يعني خاصه فيما يتعلق باوراق او بامور سفر ما عم تتيسر معك على الاطلاق. العام الحالي ما راح يكون يعني مثل الميزان او مثل السو، راح يكون نوعا ما جيد، ولكن في تغيرات مهمه عم تطرق معك بدك تستغلها بشكل جيد. تبدو بداية العام مشوش التفكير ومضطرب مما ينعكس سلبا على حياتك، طبعا حياتك الشخصية والعائلية خاصة. مهنيا تحاول الاعتماد على نفسك بإنجاز أعمالك وأثبات وجودك. عاطفيا الشريك يشعر بك ويدعمك، لذا خفف من المطالب اتجاهه. طبعا برج العقرب هو من الأبراج اللي هن ذواقين في الطعام. إذا هلا بقينا أربع أبراج اللي هن القوس وجدي ودلو وحوت، رح نقولهم بآخر الحلقة. نحن تقريبا وصلنا للدقائق الأخيرة سيدة مفيدة، يعني نحن اليوم الأعياد أيضا إلى جانب الطقس الديني يعني والواجبات في حالة أيضا من التقاليد الاجتماعية المرافقة اللي نحن من يعني حريصين إنه نحييها لأن هي بتحمل كثير من المعاني. شو بنحكي على الطقس الاجتماعي المرافق؟ يعني بالنسبة للتقاليد العيد وضيافة العيد والزيارات الكبة الصينية واللبنية هيدي لا تخلو منها مائدة. بعدين الدجاجة وبأوروبا كمان عندهم دندون العيد، هذا شيء معروف. أنا بظن الدجاج لأنه يعني يرمز إلى الحياة أو إلى التوالد، الدجاجة والبيضة فالدجاجة هيدي من تقاليدها والحلو طيبة لك أنا أمشي يعني مبين من شكلنا من السزوة الطعام. فهدول يعني أنا بظن هالتنين هدول ما في خلاف عليهم كل البيوت، وبإضافة لورق العنب وإضافة لشيء ناس بتعمل إسا شو زكي الأكلات. هلا أنا والله بدي أترك له لكياس الحلويات، شو رأيك؟ الحلويات راس التمر معمول بجوز والكعك، هدول ثلاثة. هلا درج البش دو نويل يعني الجاتو حقبة البش اللي هي جزء الشجرة الحطبة اللي هي كمان يعني هي ترجمتها حطبة حطبة نويل، النويل يعني الميلاد حجبة بش دو نويل هي الجاتوية كمان دارجه يعني هي بالميلاد تحديدا. انا بحب ضيافه هذا العيد هي هيدي العنبريه اللي بنضيفها لك اللي كان هيدا مع اللبس هيدي كمان الى رمز هي تربطنا بعيد الميلاد لانه هيدي حتى ضيافه اليوم الشوكولا وهي كلها عم تكون من رموز الميلاد، النجمه الجراس جراس بابا نويل، فهي كلها يعني تطفي المزيد من البهجه. وللاطفال كمان يعني هدايا بابا نويل، وان شاء الله أطفال سوريا بتعيد بخير وأطفال العالم كله يعني حقيقة هيدي آمين. في عبارة حلوة نعم. بتنقال دائما العيد عادة وعبادة صحيح. يعني نعم. لازم نحن مثل ما حكينا بداية الحلقة ترانيم وعبادة وصلاة بس أكيد. كمان العيد عادة وطقس اجتماعي بلا طقس الاجتماعي بيفقد العيد حلو الواحد يحافظ عليه خاصة نحن اليوم بظروف نحن اللي عم نعيش نعم. فيها يعني هذا الطقس اللي كله عم بيتوجه نحو فعلا الدعاء إلى السماء لخلاص سوريا إن شاء الله وعودة السلام إلى ربوعة. رح نختم بالأبراج الأربعة وبعدين كمان رح نكون بالغناء ونفضل ثابت. هلا برج قوس خوف برج القوس طبعا هو برج ناري من تأثيره من كوكب المشتري. هو شخص بالحياة قيادي دائما منفعل صليط اللسان، حتى هو الشخص ذكي ينتقي كلماته بطريقه كثير يعني عنده فلسفي بانتقاء الكلام، فبياخذ دائما دور المحامي ودور القاضي. هذه من عاداته دائما هو شخص حماسي متحرك. العام بيكون عنده نوع من التفاؤل ويدخل العام الجديد باخبار كثير ساره، راح يكون جذاب وملفت للانتباه. بيكون بتعامله مع الآخرين بيعتمد على أسلوب جديد راح يطرق فيه تغييرات كتير مهمة على مستوى العمل إن كان أو على مستوى إذا كان عنده بيع عقار أو شراء. هالأمور اللي فيها شراء وبيع كتير راح تكون في عنده تطورات مهمة عليها.
طبعا هو شخص يكره الروتين عاطفي، ولكن دائما هو يقمع كل شيء، يعني حتى بالعاطفي هو شخص قمعي، يفرض اموره مثل ما هو بيشوفها من وجهة نظره. في ناحية سلبية لازم هو يخففها دائما بالتعامل مع الحبيب الأنا، لازم تسمع الطرف الثاني شو بيحكي. برج الجدي، كوكبك زحل برج ترابي، هو أكثر الأبراج صبراً وأكثر الأبراج ملتزم، وهو أكثر الأبراج يجيد الأعمال التنفيذية، دقيق جداً وعنده ساعات طويلة في العمل، إذا حب العمل عابده ما بيتركه ولا ساعة من الساعات. طبعاً هو بيتميز أنه متمسك بالتقاليد أكثر من اللازم، للوهلة الأولى بنفكره جامد، ولكن وقت بنتعرف عليه ووقت بنحكي معه بعد شوي بنلاقيه انه هو شخص كثير بسيط، هو شخص طيب جدا، ولكن هي طبيعته الترابيه احيانا تطغى عليه. الظروف الجدي صار له تقريبا حوالي سنه ونص لسنتين اموره كثير تعبانه، خاصه فيما يتعلق بالاعمال والاسفار، كل ما بتوصل الشغله عنده مثل ما بيقولوا بتوصل لائمه للتم وبتروح. هذا كان حال برج الجدي بالماضي. هلا بال 2016 ترسم آفاقا جديدة وتحاول إعادة تنظيم حياتك، تتحلى بالقوة والصلابة وتسعد وسط العائلة. مهنيا أفكارك عملية وتحسب أمورك جيدا فتخطط لعمل جديد. عاطفيا خفف من جديتك مع الحبيب وكن أكثر يعني أكثر تعاطفا مع الشريك، أو بالعكس بده يكون العام هذا رح يكون النص الثاني أفضل من النصف الأول، لأنه الفترة الأولى رح تكون هي عبارة عن غسل للماضي الأليم اللي مرقت فيه. برج الدلو، طبعا برج الدلو هو من تأثير كوكب زحل، هو برج هوائي، هو برج مبدع لأبعد درجة فينا نقول فيه، ولكن انت عم تتعامل مع سهل الممتنع، على قد ما بيكون حرك، على قد ما بيكون بيحب له أجواءه الخاصة، طقوسه الخاصة بكل شيء، ولكن غلط بسيط ممكن تهدم العلاقة بينك وبينه. هو شخص حساس جدا، عنده نوع من الغضب والعصبية دائما خمس دقائق الأولى. هو شخص طيب جدا، قلبه طيب، ولكن أفعاله ممكن أحيانا تكون كارثية بس هي بخمس دقائق الأولى فقط. كثير هو ناجح بالأعمال حتى يلي بتكون فيها نوع من الدقة، عنده إبداع، مشاكس دائما يقف ضد الأمور، يتميز بالجاذبية والقبول، لذلك بتكون علاقاته الاجتماعية من صغر سنه أكبر من عمره. 2016 الدلو، ثقتك بنفسك عالية ونشاطك في أوجه، علاقات اجتماعية متنوعة، تتفاعل مع المحيطين وتثبت رأيك في كل مجال. مهنيا أعمالك تسير بشكل موفق، الحظ يحالفك، حتى الحظ عم يحالفك، هلا من 3 شهور بلشت الأمور تنعكس معك، إن كان في ترقية بالعمل أو كان شيء عم تسعى له أنت رح تناله. عاطفيا تميل للاهتمام بالحبيب ومراعاته، ولكن المشكلة دائما علاقتك مع الحبيب فيها بتفور، دائما بتفور، ولكن الحبل بينك وبينه مربوط كثير قوي، قد ما صار بتضل العلاقة كثير قوية. برج الحوت، كوكبك المشتري، طبعا برج مائي، هو شخص صامت، هو شخص دائما عنده بتحس انه في عندك شيء انت ما بدك تحكيه، تفهم كل شيء عم يدور حول منك، لكن مو بالضروره تشارك، يعني شخص انت تارك المشاركه لابراج الاسد والقوس والحمر، انت شخص مسالم عمليا، عندك افكارك الخاصه، بتحب الهدوء كثير، حتى طريقه نومك دائما مميزه، يعني بتتميز انه كثير بتهتم بطريقه نومك، بتناسبك الاعمال التجاريه. بالعاطفي وضعك يعني تقريبا من 3 سنوات احنا العاطفي عندك عم تمرق باسوأ حالي عم مرق بحياتك، واثق من نفسك بس ما بتحكي انت مشاعرك، وهذا الشيء انت عم تكبت بداخلك عم ياثر عليك. هلا 2016 تبدو كثير الاتصالات والاجتماعات، تحظى بمحبه الاخرين وتنسجم مع العائله، تعتمد على نفسك في انهاء واجباتك،
مهنيا بما لديك من مكنوز من الاصدقاء رح تكونوا في استغلال ايجابي كثير لهذه العلاقه، لهذه العلاقه، ورح يكونوا واقفين الى جانبك بشيء انت رح تباشر فيه. عاطفيا لا تكن باردا مع الحبيب، حتى المبادره لازم انت تتلقاها وتقدم احسن منها، لازم تمسح شيء من الماضي وتقدم نوعا ما فينا نقوله تنازل لحتى تبلش حياه جديده. شكرا لك استاذ ثابت، وتمنياتنا لكل الابراج بالخير وتحقيق احلى الامنيات. ونحن وصلنا لنهايه هاي السهره معكم مشاهدينا، بتشكر ضيوفنا سيده مفيده طوبال، ان شاء الله كل عام وانت بالف خير، وشكرا لحضورك معنا. ومنعايد على شعبنا وعلى جيشنا وعلى قائدنا، ونسال رسول المحبه والسلام المخلص ان ينشر الامن والسلام والامان. شكرا جزيلا استاذ ثابت حسن، ان شاء الله بتتحقق امنيات كل اللي تمنيت لهم. الله يخليك، ان شاء الله، ان شاء الله عام سعيد على سوريا. اكيد سوريا هي بلاد الشمس، لا يمكن انه تنطفئ النور، نور سوريا. الازمه اللي مرقنا فيها بكينا كثير، وخسرنا اعزاء وفقدنا كثير ناس، ولكن سوريا ما بتموت، سوريا تألمت لكن راح ترجع اقوى من اول، وهذا الشيء اكيد واكيد واكيد عند كل السوريين على الاطلاق ان شاء الله. كمان بتشكرك الاستاذ الياس سمعان، وهلا نحن رح نسمع منكم شيء بالنهايه من لويزا ورافي. بتشكر كمان حضورك، بنقول لك ميلاد مجيد. ميلاد مجيد، في بحب اتمنى امنيه بالختام، في عباره بالترتيب اللي قلناها اول شيء بقول: ميلادك ايها المسيح الهنا قد اشرق نور المعرفه للعالم. فانا هي امنيتي فعلا، بتمنى ابتداء مننا يشرق نور المعرفة بكل العالم، بصير كلياتنا نعرف نميز، لحتى بالنهاية بمعرفتنا للتمييز نقدر نحفظ نور. نحفظ هذا البلد الغني، نحفظ حالنا فيه. شكرا كثير، وشكرا كثير للويزا كيروز ولرافي داوود، وبنقول لكم ميلاد مجيد. ورح نختم معكم مع الشارة وكل امنيات الخير مشاهدينا، وميلاد مجيد كل عام وانتم بخير. انا ست بابا ان سوريا مهد الحضارات والاديان السماوية، أكيد وحترجع، لأنه اللي نشرت نور المسيحية والإسلام وهالحضارة هيدي الله ما بيطينها بهالأرض المباركة، الأرض المباركة. شكرا لكم مشاهدينا، والختام مع لويزا ورافي والياس، وتصبحوا على خير.